صعب على هؤلاء الأطفال أن يفهموا الأسباب وراء غياب أبائهم، لكنهم يحاولون الاحتفاظ على الأقل بتفاصيل وجوههم في أذهانهم. أمهاتهم أيضا الأكثر تعبيرا عن ألمهن لغياب أزواجهن وأبنائهن في سجون الميليشيا، لا يعلمن موعد الإفراج عنهم أحياء أو أمواتا. عبد الخالق عمران أحد الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم 12. قلق يتضاعف تجاه حالة هؤلاء الصحية احتجاجا على عدم الإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، فيما تستمر الميليشيا حالة التجاهل والإصرار على سجنهم واستثمارهم كورقة في ماراثون التفاوض السياسي. ومنذ الانقلاب على الدولة واجتياح المدن يقبع آلاف المعتقلين في السجون في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بالصعبة للغاية وغير الإنسانية، وهو ما أدى إلى وفاة البعض منهم نتيجة وضعهم في أماكن القصف الجوي أو الإهمال الطبي. وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم، فضلا عن المنظمات الحقوقية عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو حرمانهم من الدواء لأيام طويلة. وبينما تواصل منظمات حقوقية محلية ودولية توجيه انتقادات للميليشيا مطالبة إياها بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتياج الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات. شعبيا يتوافد إلى أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بضع عشرات من الأمهات وأهالي المختطفين في حرص على إبقاء قضيتهم حاضرة رسميا وشعبيا. ورغم محدودية الزخم الشعبي تظل قضية المختطفين حيوية ببعدها السياسي والإنساني، وتظل قادرة على إثارة الشارع اليمني في ظل استخفاف الميليشيا بقضية المعتقلين ومعاقبة المختطفين.